المشاكل اللي كاينه هنايا غنتعرف الباساج خصو شويه ديال الاصلاح وخصو هادي وخصنا حنا الوريقات ديالنا وكذا وهادي ودي اخاي نتابعوا الخير. وراه الانسان راه انت عارف اللي كاين كنخدموا هنا في سبيل الله متطوعين 22 عام حنا كنصايبوا هنا وكنقادوا كلشي في سبيل الله مع المواطن اللي كنديروه انت شتي سبيل كنضفوا كنقادوا كنحيدوا الزبل كنحيدوا الخنز كنحيدوا حتى الشفاره والكريساج وكلشي تيكون هنا راه نحيد كلشي باذن الله. المجالس هنا راه ما كاينه حتى حاجه الحمد لله. بالليل راه كنبقى شويه انا تيشعلوا الضوا ويتقادوا الدخاي وداك الشيء اللي كنتحرك بحالاتي. هذا الشيء راه من التجربه عن اعوام بزاف اللي كانت كيوقع فيها مشاكل في هذا النفق هذا اللي هو يعني وسيله يعني ما بين التنقل ما بين هنايا جهه المدينه القديمه الى اماكن اخرى. يعني الناس كان كيلقاو هاد الوسيله د المرور من تحت هاد النفق باش يجيو اما هنايا المحطه ديال القطار، ولكن نظرا للتخوف ديالهم على حسب على ما كيسمعوا الاحداث ديال الجرائم وعلى احداث ديال الكريساج كاين انعدام الامن صراحه. خير واحد الناس راه هما كيكونوا هنايا هما اللي كيتعاونوا معنا وكينقيو هاد الباساج وكلشي، يعني حتى الباساجي ما كيكون دايز كيحس بواحد الامان بالوجود ديالهم مي كيكونوا مشيو بحالهم، لان الله يحسن العوان كل واحد خصو يمشي لدارو. مي كيدخل هنايا الباساج ما كيلقى حتى واحد كيولي واحد التخوف، وفعلا ولات واحد الانواع يعني واحد الناس اللي ولاو يعني من الشباب هادو المراهقين اللي ولاو دابا اللي يعني تعطاو للتجاره ديال المخدرات وديال الكريساج ولاو كيلقاو هاد البلاصه مكان سهل يعني للوقوع الضحيه. النفق اللي كان هنا في اللي قدام الكوميساريه ديال سريل الدوزيام كتسمى هذه نفق شويه خطير، لان بعض المرات مازال ما كانش بلا ضوء. دابا راه داروا الضوء كيشعل مع الكليراج ديال 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 الشارع، ولكن كيطفى عاوتاني معاه. وكتعرف دابا الساعه اللي زايده راه ما كتقدش دوز. حنا بعض واحد الناس صليت هنا ودزت من هنا ولكن لقيت ما تقدش دوز. ولا كاين حاجه اخرى الا صبات الشتا مزيان راه كيعمر. راه كان واحد السيد هبط في بنا ما عرف النص ديالو عمر بالماء. واحد السيد هنا راه هو اللي تيجلس هنا راه هو اللي كينقيه وكيشطبوا اللي شي بركه من عندنا حنا من عندنا المساهمين اللي كيساهموا معاه. اما هو مسكين راه تيجلس هنا واحد الخطره كانوا حيدوه عاوتاني رجع. وهذا اللي نقول لك. ولكن راه هاد الطريق كلها من نفق حتى لجهه الفوليان كما قالت السيده راه خطير. راه واخا تكون معاك جوج الناس ولا كانوا هما ثلاثه ولا اربعه راه يمكن ملي كيجبد السيف راه ما كيبقاوش كلشي كيهرب. وكما كتشوف هذا النفق هذا كيعاني من الاهمال، ما كاينش الظروف الابسط ديال الاناره وما كاينش الامن. تقريبا هنا اكثر بلاصه كيتجريسا فيها الواحد كما كتشوف معايا هذه البلاصه مع 7 8 9 كيكون ظلام. هذا كيتسمى نفق الموت. الناس اللي ساكنين هنا كيسموه نفق الموت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.